الضعف الجنسي مشكلة بتقرق كتير جدا من الرجالة، وبنشوفها دلوقتي بشكل متكرر. في أمل كبير في الدعامات التعويضية. إيه دور الدعامات؟ عاوزين حضرتك تكلمنا عنها بشكل مبسط. الدعامات دي يعني زي بيقولوا يعني الحل الأخير لمشكلة الضعف الجنسي. الضعف الجنسي احنا ببساطة له أسباب متعددة. احنا طبعا ما بنقولش إن أول ما عيان يجي عنده ضعف جنسي نعمله دعامة، لا، احنا طبعا لازم نبحث عن حل غير الجراحي. الحل الجراحي دايما بيكون الحل الأخير. بنعمله شوية فحوصات، بنبدأ علاج بسيط، ممكن ياخد فياجرا، ياخد شوية مقويات، ونشوف الأخبار إيه. بيستجيب خلاص أوكي، ما بيستجيبش بنبدأ نلجأ للدعامة. الدعامة دي ببساطة حاجة زي القلم الجاف كده من السيليكون، وبيبقى جواها عمود من الفضة عشان يدي صلابة. دي بتتزرع جوه العضو الذكري. الدعامات العادية أو حتى وقت قريب كان فيها مشاكل كتير. أولا الدعامة بتأثر طول القضيب من 2.5 ل 4 سم. تاني حاجة ما بنقدرش نزود سمك القضيب، يعني لو في ضمور بيفضل على الوضع الحالي. تالت حاجة والأهم إن كان بيتحط جوه النسيج الكافي، فبتدمر النسيج الكافي، بمعنى إن لو الدعامة اتشالت لأي سبب هيبقى العضو وصل للحالة زيرو، يعني مش هيبقى في انتصاب بدون دعامة، هضطر أركب له دعامة تانية بعد مثلا 3 شهور أو 6 شهور حسب الحالة بتاعته. رابع حاجة والأهم إن تركيب الدعامات ما كانش بيحل مشكلة سرعة القصف. يعني هو الراجل رايح في دماغه ان العضو هيبقى منتصب 24 ساعة بس هو ممكن القصف بتاعه يبقى بعد مثلا 10 ثواني زي ما هو، ما استفادش حاجة. فهو دلوقتي هيستمتع بالعملية الجنسية 10 ثواني، وبعد 10 ثواني هو قاعد تحصيل حاصل، يعني بالزبط. زي ما بيقولوا يحرس في الماء، بيحرط في مية. ما فيش أدنى مشكلة عنده. الطرف الآخر مستمتع، لكن هو بالنسبة له هو 10 ثواني وبعد كده إيه، بيأدي عمل روتين. بالزبط. فاحنا عندنا عملنا بقى حلينا المسائل دي. تعرف حضرتك عندنا الحمد لله انا مبتكر عمليات في اطاله وتكبير عضو الذكري. بدانا نعوض حته النقص في الطول اللي هو 2.5 4 سم مفقودين، بقينا ان احنا نستخدم العمليه دي. فيبقى عندي حاجه من اثنين، اما ان انا الغي الفاقد او اقلله الى حد كبير جدا، او ان انا ازود له. يعني لو الطول عندي زاد كويس بعوض الفاقد ده وازود عليه كمان. وازود عليه. ثاني حاجه ان انا بقدر عن طريق الحقن ان انا ازود السمك، بالتالي حليت مشكله الضمور اللي موجوده، ومشكله ان انا ما اقدرش ازود سمك الدعامه لحد معين، وده كان بيضايق كتير من الرجاله. ثالث حاجه طبعا عمليه سرعه القصف اللي احنا قلنا عليها بتاعتنا دي، طبعا بنطبقها في العمليه وبتدي، ودي اكتر حاجه اكتشفنا انها بتريح العيان. يعني هنا عالجنا ضعف جنسي وعالجنا سرعه القصف، ممكن نعمل الاثنين، وعالجنا مشكله ضمور الحجم، وعالجنا مشكله الطول ومشكله السمك. دي بقى بتدي للراجل يعني دفعه نفسيه قويه جدا طبعاً جدا. اكيد اكيد اكيد. وبتخلي العمليه تفرق. النقطه بقى الاهم ان احنا بنعمل حاجه اسمها السبتيونيكال تكنيك. السبتيونيكال ده ان احنا ما بندمرش النسيج الكهفي، بندخل الدعامه ما بين النسيج الكهفي وبين طبقه الطبقه الاسفنجيه اللي فوق. ده معناه ايه؟ ان العيان ممكن يبقى زي الشخص العادي، ممكن يستخدم فياجرا زي الشخص العادي جدا، هو مش محتاج. لازم شخص طبيعي مش محتاج فياجرا، لكن بياخدها عشان ياخد انتصاب اقوى. لا، هو ممكن يستخدمها او يستخدمها لا. لو شلنا الدعامه، حتى شلنا الدعامه دي مش حاجه روتينيه، لان المفروض ان الدعامه دي بتفضل مدى الحياه. شيلها بيبقى مثلا في بعض الحالات، مثلا يعني حالات نادره، مثلا 1 أو 2%، لو العيان مثلا في تلوث، في مشاكل، في عيوب في الدعامه، النوع مش كويس، العيان ما التزمش بالتعليمات اللي هي اول 15 يوم، يعني حاجات فرديه وحاجات بسيطه. انا دلوقتي طيب لو شلت الدعامه، لا، العيان يرجع لحالته اللي كانت قبل العمليه. يعني بمعنى ايه؟ ان العيان لو كانت كفاءه العضو مثلا 60% او 50% هيرجع لنفس القصه دي. بمعنى ممكن يمشي بدرجات معينه من الفياجرا، او ممكن ان هو يعمل دعامه بعد كده، او يرجع لحالته قبل الدعامه. لان يعني في ناس بتوصل ان هو خلاص عارف معروف ان هو هيمشي على علاج سنه او اتنين وبعد كده هيعمل دعامه، فيقول لك لا انا من الاول خلاص هعمل دعامه طالما الوضع كده، بدل ما امشي على برشام سنتين وكده كده هعملها، لا اعملها من دلوقتي. ده لو حصل عنده مشكله لا قدر الله، الاسباب اللي قلنا ودي تبقى اسباب، يعني لو العين اتفحص كويس واتظبط كويس الاسباب دي تبقى شبه غير موجوده او بتبقى منعدمه ان شاء الله عز وجل. بنج موضعي ولا بنج كلي؟ وبتاخد وقت قد ايه؟ بتتعمل بموضعي وبنصفي وبكل. هي بص الدعامه يعني في الـ في الـ في العادي ممكن تقعد من ساعه لساعه ونص، لكن احنا بالنسبه لنا بنعملها في 15 ل 20 دقيقه. ممتاز. لان احنا بنشتغل كتير من فضل الله، بقى لنا كتير جدا في المجال ده، فطبيعي ان يبقى في سرعه في الاداء من فضل الله عز وجل. ودي بتفرق مع الايام. ممكن بص لو هنعمل كل حاجه يفضل نعمله بنج نصفي. تمام. لان انا هعمل كذا حاجه وعاوزين له نتيجه كويسه. لكن هو لو هتعمل دعامه لوحدها ممكن تتعمل ببنج موضعي.